عليها. طيب لكن نعود إلى هولندا، أهمية الحملات الدعوية التي يقوم بها المسلمون هناك للتعريف بالإسلام من جهة، ولتصحيح الصورة النمطية السلبية المأخوذة عن المسلمين في أوروبا والتي كانت سببا في تنامي الإسلاموفوبيا بشكل أو بآخر. أخي محمد، هذا لن يختلف عليه اثنين أنه عمل جيد جدا، يعني ويجب أن يكون بكثافة وأن لا يكون موسميا وأن لا يكون يعني هي شعلة وتنطفئ، أن يكون هذا عملا مبرمجا، أن يكون استراتيجية داخل العمل الإسلامي في هولندا، ولا يكون فقط بهذه الأعمال. وكل عمل هو في الحقيقة عمل طيب، إلا أن هناك أعمال أكثر من ذلك. الأعمال الأولى التي على المسلمين أن يتمثلوها أن يكون لديهم دور في الحي، حي أحيائهم مع جيرانهم، مع يعني يتقاسمون معهم فضاء السكن والفضاء الاجتماعي هذا الذي يلتقون فيه كل يوم وليلة، علاقة طيبة مع الجيران، مساعدة الجيران، التعاون، التنسيق بين الجيران، السعي في مصلحة الحي داخل العمل مع رب العمل، مع الزملاء والزميلات، مع العاملين في المؤسسة التي يشتغل فيها المسلمون. كذلك يعني المؤسسات المسلمة أن يكون لها دور فاعل داخل المجتمع، أكثر فعالية من الآن. يعني المساجد الآن إذا كانت تفتح أبوابها مرة في السنة يعني تشبها بالمؤسسات الأخرى التجارية التي تعمل اليوم المفتوح The Open Day، المسجد عليه أن يظل كل السنة 365 أو 366 يوم على مدار 24 ساعة الأسبوع كله أن يكون مفتوحا لكل من أراد أن يأتي إليه ويتعرف إليه وأن يقترب من المسجد ويقترب من المسلمين. إلى حد الآن لا زالت عقلية بعض المسلمين المتحجرين تمنع الناس من دخول المسجد لأنه كافر، لأن هذا هو غير مسلم، يمنع من دخول المسجد، وإذا دخل إلى المسجد وضعت عليه حتى المساجد التي تفتح أبوابها. يعني ولا أعمم، هناك مساجد يعني تقوم بعمل طيب جدا وعمل رائع وتحقق حقيقة النتائج يعني طيبة جدا، ولكن هناك جزء كبير من هذه المساجد لا زالت تحكمها العقلية التقليدية المتخلفة التي تمنع غير المسلم من دخول المسجد. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يبذل، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمنا أو تعطينا نماذج كثيرة من غير المسلمين الموجودين. نعم، وصلت فكرة دكتور. نعم سيد عزيز السعيد، الحقيقة جهد كبير مفترض أن يقوم به الكثير من المسلمين، خاصة الذين يتصدرون العمل المؤسساتي الخاص بالمسلمين في هولندا وفي باقي أوروبا وفي الغرب بشكل عام. أشكرك شكرا جزيلا سيد عزيز السعيد، الإعلامي المختص في شؤون مسلمي أوروبا ومقدم برنامج أفكار وأفكار، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. الشكر موصول لكم وإلى اللقاء.